كانت الكلمة السيد محمد الفضيلي رئيس مجلس البلدية اليهودية تحت تصفيقاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة رئيسي الفريقين الجمهورية الوطنية والاتحاد الوطني، السيد المدرب، إخوة اللاعبين، المتعاطفين، محبين للفريق، أحييكم تحية رياضية مشفوعة بالتعاطف معكم وبالرغبة القوية في الدعم حتى تصلون إن شاء الله إلى ما نصبو إليه جميعا من مكانة متميزة. وبهذه المناسبة أهنئكم على الفوز المستحق الذي نلتموه خلال هذا الموسم، تملكنا بزاف المكانة استحقا فيما إن شاء الله تحمل بعيد أولا لمكانتكم المتميزة، ثانيا للرغبة أو مجال شطاف عمر زي المستوى من الرياضة لبن طيب ثم للجهة ثم للوطن إن شاء الله. بالمناسبة أيضا تهنئ إخوان اتحاد بن طيب خل موسم هو دين داس مجهود الجبار، جنت من هذا وضغى مكان أكثر، ولكن السعدون الموسم المليح رخاء إن شاء الله غير غزة خير أمام إن شاء الله. نشتين واعيين وش هتستمر تعرفت ما استمازيه نشي الواعيين الأهمية للرياضة، واعيين الأهمية للثقافة، واعيين الأهمية للشباب، الدور للشباب يتيران يخسر ديران للمستقبل كأشخاص كممثلين بالطيب دوات السبب أو الحافز داخل الجيل أن مرة نتكشف الدفاع تاع الفرقة في ناس سنين، واعيين أيضا أن المجتمع أنه عاد يوجد خا الرياضة، واعيين على أنه يوجد خا الثقافة ما يمين، جا مفروض خا الخمارة، رجال أعمال، تجار، مغاربة مقيمة في الخارج، مختلفة المجتمع المدني، يخصها أن يوجد الأولوية. الرياضة بالرياضية، الثقافة بالمثقفة، ولكن ماني عاد أقضي البداية، نتمنى إن شاء الله في المستقبل أن معاون حمتها في أن الرياضة، الثقافة، جانب الرياضة جانب الثقافة، إذا نزيد أولويات الأولويات، ماني عاد يحتاج أول الدعم الجامعي للمواطنين، طن زيادة القرار. نحتاج دعم المؤسسات، البلدية مثلا الجامعات خصها تدير فلوسها دعما بطريقة جماعية في الخلينا، تدير فلوسها دعما ثقافة للمثقفين، خلينا نقعد ثقافة سلم مفهوم النص الواسع، ثقافة للحي، ثقافة للتعامل، ثقافة للتنشيط، ثقافة للرسم، ثقافة للغناء، ثقافة لجميع الأمور ثقافية. نسن إلى البنية التحتية شوية تضعف، وأستوعب شر مجموعة الشباب أخي الجن، نسن إلى البنية غانخ المنطقة، وأستوعب شر الكم الهائل من الشباب أخي الجن. نسني إلا المؤسسات الرياضية، المؤسسات القرب
متواضعة جدا. هذا السبب جعلنا وما نتحمل المسؤولية. 2009 نقيم للبلدية خاص للمكتب الذي يهتم الشؤون الرياضية جيش نعاو زي المكتب الذي يهتم الشؤون الثقافية. البنية التحتية الرياضية نفهم لا شيء يبطي زرم نعيش مارا المراحل هذون يعني كارثة عظمى. اختبار بين قام المبادرة نجح دايس اللي اشترى الأول الملعب البنطية رخاء أقانخ في صلب الاهتمام نكمل الشطر الثاني قال لي شركة قال اتفاقية الشركة سعودي المجلس سلطة الوزارة تراجيخ المصادقة وزارة الداخلية وزارة الشباب والرياضة ذي الجهة مبدئيا سقمهم وشي لي الموافقة سقمهم ولكن من قد دور هذا صادق يسيخ الملفات بفوس ينغني سلحقنا طريق سورة الإدارين من ما جاوا مني إن شاء الله نقلها بيردو عشان الشطر الثاني الملعب إن شاء الله الشطر الثاني أو ما تبقى من كذلك نطالب العشب الاصطناعي وشي ناخذ الموافقة وكاين شي اتفاقية ديال الجامعة كاين كيدير شهر ستة ولكن ما بقاش شهر ستة لأنه يا لازم في السنة نكتب سجل جي بروجرام السعي الوطني قصير في المدارس شوية قام شهر ستة لأنه خد هذا الرمضان برميل جديد إن شاء الله قد بقى شوية ملاعب الطرق روحها عن خير بلدية عارعة ملاعب الطرق ونفوها مهمة عارعة وجدنا ميزان سيدوش دي الوزارة ثم ما فيش ثم تعرف انتي مزيان وزارينو ميتير الملك وزارنا بحال ولكن خلينا تحتاج الله المرافق العمومية المؤسسات التعليمية في المؤسسات الرياضية وتف وزمان خص مستر الزعيمية صح معقدة جدا بس تلاقي الفلوس انت سامع المحكمة علينا نحن الله الشيء الفرنك من الجماعة البلدية أخذ أولويات مجلس يحدد الإجراءات الأولويات ويتم تشغيل ولكن مع ذلك إن شاء الله المرأة تنمي من خلال جمعيات من خلال متعاطفين كاملين غريب أنا متشوم مشاهد شمر في المدن وما شمر تارة في مساء لما يقول بعدنا شينا نعزو جيت لكن نعزو أخاب على الملعب القرب وجد الروح يمكنها ندم باستنسيق الجمعيات أن تبالي خسنك سوى الأرض الفلوس نسن ثم ثم أخنا زيانسا كذلك المركبة والتير إذا نتير مركبة متعددة الاختصاصات في المستقبل يمكن تستعمل الجمعيات يمكن لا تستعمل تستعمل كدار ثقافة دار الدواء دار إلى آخره نحاول لسير متعدد استعمالات المنايا وخيجة شاني نقا غانخ قاية الله قاعدة بداية خصخ مارا معاون المعاون معاون كل جزء الموقع الناس بما فيهم الشرعي في تماس الإعلام أخ عاون رانية سوق الدولة المغربية الإقليم الدريوش الجهة الشرق جهة الشرق على أنه المنطقة يحتاج إلى تصلح يتصل من البنية التحتية كذلك الممثلين النخ إذا خيط مثال للمؤسسات الرسمية يخسر دين مجهود نسي كل جزي المخيانس ونجان دي البرلمان دي البرلمان ونجان دي الجهة دي الجهة ونجان دي مجلس الإقليمين مجلس الإقليمين ونجان دي الجامعة دي الجامعة باش كل جزي المزرور أنا بنا إن شاء الله المستقبل نتعاون نخ بيهم نخرج من الوعد زي الجهة تزل الجنة زي الجهة جهة الشرق يستقبل النساء الملاح وعدنا نخ شخ يقل القاعة المغطاة نسبت جميع المرافق نسي إن شاء الله نشتخ يا عضو من الجهة توعد خير إن شاء الله خسن دارك إن شاء الله مدى مغطني رخ دمار نسي
في اللي فما نسخت غالي خطا في الملعب ما يقولوش. من تمنيخ تمنيخات الجنون التواصل المجتمع يتجلى بأساس سواء أصحاب الخارج ولا أصحاب الداخل. أنا أتوزع أرقام الحسابات شرطه أن يبان مادي لأنه تشم مرة وسائل العمل وسائل مادية وما تنجح. الرياضة مختلفة، جميع المرافق الرياضية مروادين الدعم المادي الدعم المعنوي وما تنجح. نشيل المنطقة نخل الحمد لله وذا بتجيبوا ضعفنا رجل بدرجة وغازي نشى بزاف ولكن وضعيف تشى بزاف لين يجي حاجة من السلم خصها نفوز لما لا يعني. نشيل نشطال البلدية نتكلم جو نجمع فرعي كذا شوي السر شوي السر دي مسائل إيجابية لكن دي وذا بس خسر خسارة فلوس أمور تافهة جدا لا فائدة منها. يمكن أن تنفعنا هنا يمكن أن تنفع الدنيا ولا الآخرة. هذه رسالة أم السعدوغ الصرخ اللي تفهمن وتفهمنت أنا خل المنتخبين خسارة فلوس مش أدارية يعني وجيه مش أدارية مش لازم كمني مش وتيري مكني ويني غريب الشباب خسر فلوس في الانتخابات، فلوس المرأة وتفضل الرياضة ما نفعت، الجانب الثقافي ما نفعت، البنية التحتية ما نفعت، الزكاة للمساكين ماشي الانتخابات، الزكاة لكرة الشعر 20-30 ضعفا، ماشي الزكاة ولكن سير بدون مقابل ما نفعت، ولكن طعم فلوس، صنع أصوات، ثاني دوزا وسيل وغير وسيل، أصبح تصور، أصبح قناعات. الوطنية ناقصة، النجر الوطني النجر الوطني ويأتي هذه هاني وذان هذه هاني وذان أسيقى بشي صوتش مقابل إهانة من الشمال أغاك الفلوس شي صوتش إهانة جميع أي وذان إهانة كانت مثل الشيء واجبون قليل أفضل ولكن أتكامل توعى أتسفهم أغاك الفلوس أولي يبقى قصة استماد بها هل مكان الاستثمار مرد المعمل اللي خدمنا ليس 10 مليون الاستثمار مهم جدا تجيب القهوة خدمنا معك 40 مليون الشباب مليح تجيب ربنين خدمنا كشي مصوصة وجارة وحدة وكذا مليح ولكن أغاية الفلوس ذا رشوة ما نهيشي نحارب سبب مجال مزيل ونحارب ونحارب نمان كمدها نين زار مسؤولة ولدر 70 أعضاء بدون رشوة لا سبحان 87 مروح على عمل لازم تلاقي حاجة لاني مش سجلت مسلم الشباب اسم ديني غير يعني اسم مواطنين فهمن وعان صوت الخصم الولد السير المسألة المواطن مرة واهم وفهم يدك تغيس وخصوص مشيت للمغرب وقع شوية تغيير ولكن نتمنى التغيير يدري أكثر إن شاء الله والمستقبل لهم يدري زاهر كان الشيء المستقبل له السؤال اللي تنع رجع الصعوبات شو أخبر المدارس وأخبر الأندية وأخبر وسائل الرياضة حتى وسائل العيش جد قليلة جدا في المغرب الواد السبب زيودا هاجر للجزائر هاجر لأوروبا هاجر لدبان دار قزمورو الوضع النيو حسن الزيخ نشوي المدارس نشوي الجامعات نشوي المعاهد العليا تقدر أتكافحن أتطلب إن شاء الله والمرأة في نظام التصبيعة تتابع المكافر تضحية الرياضة باش تطلب المقام الإعلام حاجة تضحية حاجة صعبة العزيمة نخشي العزيمة المشتركة للمواطنين الشباب غانخ الوسائل اللي كانت غانخ خصنا أن زعما أن قنعي ولا اللي غادي وسائل نقل أنا أخسر هذا عامل بنتي بعونا في المواطنين زوجة من اللجنة أسمى أسمى زوجة من العمل ذا السابق عام تقريبا الدراسات الأبحاث الطلبة المحوية
كدير الرساب غاري الوزارة إلى آخره، كي جنا قاسين عام آخر مواطن المهنين يعاون، بلا السعادة بلا القمش، سعدوا، تلقي سعدوا القمش وما نلقاك سعدوا، سعدوا راسين يسمى التطهير، الحمد لله هذه المنطقة أحسن أحسن محطة نصفية دوار الحارة فيها هادشي وبدا القمش سعدوا القمش. والقى مساعدة ما خرج حدا قاع يساعدوا اثنين هذه المساعدة المواطنة الأخوم بيفهم من الأذن الإدراك هو تفكان ديال المساحة العامة يمكن ديال المستقبل القريب تفكان ديال الرياضة التنمية الرياضة التنمية من اهتمامات الشباب كيما نلقى الرياضة نلقى التعليم التعليم الأولي التعليم الإعدادي التعليم الثانوي التعليم العالي نلقى البحث العلمي خصك نهنيك في النتائج حقا كذلك تهنيك الشباب المطيب في النتائج حقا السنة من المستوى الدراسي الفرنسي جنا هذا النبغاء قيل المدارس العليا تجي مجهود داخل المغرب وخارج المغرب نتمنى ان شاء الله الموسم ديكوال الموسم الدراسي ديكوال ان شاء الله بمناسبة الامتحانات نتمنى ان توفق ان شاء الله باش هذه التنمية شاملة متكاملة جانب تعليمي جانب ترفيهي جانب الرياضي جانب الاقتصادي جانب الاجتماعي على ذلك الجانب الاجتماعي ذلك الاهتمام بالقران شكرا في القاسم شخص القافلة الطبية جيت سي يلا نكون مروخة سألوني نجي 500 من المرضى بمختلف تخصصات مختلف أنواع الأمراض وسير تصنيف واحد انه سقنا تشد الدواء ان شاء الله سيقا نزيد على النظام الدكتوره ليلى زين الله يرحمها اللي جن 2 مليون دواء يجيو شهر كامل وسيدنا 10 مليون مختصين يجيني كيخدي لي الغداء دي 90 لا انا اللي مفرح ودير كيس الموعد هذا حنا غنزال ان شاء الله بعد رمضان امن جو وسيد الله يمسينا موري هذول وسيد غنسامر الكلام كيس قاسم شوية المسائل من المزمار مثلا ولا عمل اجتماعي الشيء محتاج بزاف من نوع الاعمال الاجتماعيه نكتشف عشان نحوج ان في مغاري اسم مرض مزمن مرض مزمن واسمي زيغا سلطوا واسمي زيغا نحن نظر سكر هذاك التشخيص ولا دار راديو ولا الفحوصات الطبيه التحاليل الى اخره فيقول لك السكر والسن يقول لك عاصم كور عاصم المرض كور وهاد السن يقول لك عاصم التنسيون وهاد السن يقول لك عاصم يعدو 20 يعدو 18 مابقاش تشوفو تجيب راسك تاخد الدم يتكافئ حتى الزن الى اخر التاريس التنسيون 18 20 خصك العلاج في الحين في الحين باب السكري مريض سنين ثلاثة تشكل خطر باب اللاكوت ما نعرفش بلي الادوية زي 60 70 تشكل خاص خطا في الزار نص ما زي الناس نوفر ان شاء الله الامراض ما شاء الله سي ربي ما يشاء ان شاء الله كل هذا المجتمع خلينا نقعد يسال نقعد تغلب جميع المشاكل الاجتماعيه الصحيه الرياضيه الثقافيه البنيه التحتيه المشاكل الاقتصاديه فنتمنى ان شاء الله نتمنى التوفيق الشيء كمجلس بلدي ونزمع ابدا ان تفرق جافره في الرياضيه خاصه الدار ونزمع ابدا ان تفرق جار جنايات ونزمع ابدا ان قصه الدعم بين ما ينزمع ولكن البلديه وحسب الجماعه خاص منها المجتمع المدني ثم المجتمع المدني ثم المجتمع المدني هذه الشركاء الجامعة المجتمع المدني المغاربة الكل من الخارج توري المغاربة جميع الخارج في 100 أورو من الشيء أخذنا عشرات الآلاف غاية 100 أورو قبل ولا شيء مش غادير الحساب الجمعيات مش هتسقى هاد السنين النمر ديال الحساب عتيري فرق غنية حبيبي غنية استقى نص الشباب نص غنية وسائل العمل وسائل الترانسبور وسائل الهواء وسائل الاكل والشرب الالبسه الى اخره
ثمانية مرة أخرى تهني لك النيو وأشد على أيديكم بحرارة لاعبين ومدربين ومدعمين ومواكبين. أتمنى لهم التوفيق وأمير إن شاء الله نشتغل معها سنوسائل المتوفرة نشتغل معها. شكرا سيد الرئيس مجلس البلد السماح الطويلي. كما هو معهود له غيرة كبيرة على المدينة مدينة إيروتية ويسعى جاهدا إلى السعي بالمدينة من الأفضل إلى الأفضل. شكرا سيد الرئيس.